Hey, how What's you doing, up, guys? It's Mo and Mahmoud. Today we had a challenge of who catches the most fish. I hope you guys enjoy the video. Watch till the end, and you guys will know what the outcome was. حبايبي حلوين صباح الفل مساء الجمال عليكم. انا النهارده كنت انا ومحمد النهارده طبعا النهارده احنا طلعنا نصطاد وكنا عاملين رهان او مش زي رهان يعني كنا عاملين تحدي بمعنى الاصح مين اللي هيطلع سمك اكتر فخليكم معانا ان شاء الله لغايه اخر الفيديو وانتوا ان شاء الله هتشوفوا مين اللي طلع سمك اكتر النهارده. انجوي جايز. ما شاء الله محمود معاه سمكه على الخط. بسم الله ما شاء الله. Blackfish. عندنا البلاك فيش اللي also known as sea bass. Some people know it as black fish. ما شاء الله حجمها كويس. دي البلاك فيش دي يا جماعه زي ما قلنا لكم كده في الفيديوهات اللي الفيديو ما طلعناش على ما اعتقد احنا ما طلعناش منها اي حاجه ما ظهرناش في الفيديو. دي يعتبر ايه اول فيديو نزل فيه ده بنستعمله اسمه دوت. بنستعمله حاجه اسمها البلاد وورم اللي هو الدود زي ما انتم شايفين كده بنبقى مقطعينه زي كده بنستعمل برضو ايه الجمبري برضو نفس الحكايه بس انا يعني اللي انا مستغرب له برضو النبادي اللي هو ضرب على البلاد وورم. السمك دوت ما بيحبش ياكل الا احلى حاجه بيحب ياكلها الشريمب والحاجات النظيفه فانا يعني مستغرب برضو ازاي هو ضرب على البلاد وورم بس يعني هو برضو بتحصل برضو ايه يعني ساعات برضو بتحصل المناسبات فان شاء الله خليكم معانا بامر الله ونرجع لكم بامر الله بعد شويه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ومو ما شاء الله معاه سمكه ثانيه يلا نشوف ايه اللي معاه ان شاء الله. فورجي ما شاء الله مو keep it up come on homie. دي بس الحاجه الوحشه في السيد هنا. هي شبكه في زي ما انتم شايفين شبكه في الخيط. بس هي السمكه اهي شايفينها يا جماعه بسم الله ما شاء الله. I think that's a kingfish mo. Yeah, it's a kingfish ما شاء الله. معاها لاين. ريكورد انا دي بس اساعد محمود يا جماعه اسف على الفورج شكله مش قد كده. اهم حاجه نطلع السمكه للجمهور. وتز في الخيط. صباح الفل يا جماعه. مساء الجمال. وصلى على النبي عندكم ايه السمكه ما شاء الله اسمها كينج فيش. دوت كينج فيش اللي احنا برضو ايه عرضناها إيه؟ في فيديو من فيديو من اول فيديو من الاول. دي بقى كده ان شاء الله يا جماعه. ده فيديو برضو من الفيديو الاولاني من فيديوهين برضو ورينا لكم برضو منظره ده اسمه كينج فيش دوت. ده السايب بتاعه ملوش سايب دوت اللي هو ممكن ده اي حجم تخليه اي حاجه بس زي ما انتم شايفين كده هو يعني ايه سليبر شويه عشان عليه زفاره ف بس طبعا زي ما انتم شايفين ايه بيفضل اللي هو ايه يتزحلق زي كده يعني مش عارفين هو مالها. دول بقى يا جماعه بقى تمسكوه كده بتطلع على النبي تشوه وتدعوا لي وخليكم معانا ان شاء الله ونرجع لكم تاني بامر الله بحاجه احسن. هو النهارده اليوم مختلف شويه طبعا السمك اللي النهارده بنطلعه مختلف كتير عن كل مره ما بنصطاد يعني احنا كل ما بنطلع الشاي باس البلو فيش الساند شارك الفلندر دي برضو البلاك فيش والكينج فيش دوت دول حاجتين برضو ايه مختلفين خليكم معانا ان شاء الله ونرجع لكم بعد شويه ان شاء الله بحاجه احسن. برضو معانا سمكه ثانيه دلوقتي يا جماعه ما شاء الله معانا برضو يلا اهو محمود اهو بيتخانق اهو الكينج فيش اهو لسه مصطادينها دلوقتي وهو محمود ما شاء الله معاه سمكه ثانيه تعال نشوف معانا ايه بلاك فيش برضو اهو ما شاء الله معانا بلاك فيش ثانيه اللون بتاعها ده مختلف شويه عن الاولاني الوانه زي ما انتم شايفين بتختلف شويه عن يعني عن البلاك فيش الثاني اللي احنا كنا مصطادينه كان الثاني اغمق شويه بس ده ايه بس هو ما شاء الله عندنا البلاك فيش يا جماعه وده اسمه كينج فيش دولت انواع يختلفوا في سنتيمتر دي كانت النار بمحمد زي ما انتم شايفين انا كنت طبعا
زي ما انتم شايفين انا بنعمل فيديو ريكوردنج، بس لقيت الصناره ضربت زي ما انتم شفتوا كده اهوت، فاضطرينا ان احنا ايه ماشي مش مشكله. كاز يو وانت سي سمثينج؟ ده بقى يا جماعه تمسكوه بقى ايه ان شاء الله كده ايه تقلوه او تعملوه على على الجريل كده باربيكيو وجيت اباوت ات، هتدعوا لنا كده ان شاء الله. احنا النهارده هنتغذى ايه ونقزقز حبه سمك، خليكم معانا ان شاء الله. يلا يا جماعه ما شاء الله محمود بسم الله ما شاء الله معاه سمكه ثانيه. احنا صورنا لكم ال صورنا لكم الكينج فيش وال اهو ما شاء الله، صورنا لكم الكينج فيش والبلاك فيش also known as sea bass and now we have سمكه اسمها البورجي. ده عامل زي السمك زي السمك البلطي اللي في مصر، السمك البلطي بتاع مصر دوت يعتبر. بس ده طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين ان هو زي ما قلنا كده في الفيديوهات اللي فاتت، احنا برضو ده اول مره نعرضه في الفيديو دوت لازما يكون 9 انش القانوني بتاعه، ملوش ليميت للناس اللي مبتدئه في امريكا بتصطاد دوت، المفروض يبقى 9 انش ليك العدد بتاع 25 واحده، لو طلعت 25 واحده تخليهم ديت عشان شكلها زي 7 من غير ما نقيسها، فدي لازما اللي احنا نرميها تاني عشان خاطر لو يا قدر الله لو اي حد مسكوها ولا حاجه بيدولك عليها غرامه. فزي ما انتم شايفين كده اهوت ديت المقاس بتاعها 7 انش، فاحنا لازم ان احنا ايه نرجعها تاني الميه وان شاء الله خليكم معانا ونرجع لكم بحاجه احسن يا حبايبي يا حلوين، ونشوفكم بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه ده ان شاء الله دي اول ضربه لمحمد النهارده ان شاء الله، خلينا بامر الله نشوف ايه اللي جايبه بامر الله. بلو فيش بوي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، خلينا برضو ايه خليكم معانا ونشوف محمد ان شاء الله بامر الله ايه اللي جايبه. بلو فيش يا معلم ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خلينا نشوف برضو هنضرب لكم برضو هنا الكاميرا هنا في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا محمد برينج راب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا جماعه محمد اهو بسم الله ما شاء الله جبت لكم البلو فيش. البلو فيش اهي بسم الله ما شاء الله، حاجه كويسه برضو زي ما انتم شايفين كده اهو الجود سايد زي ما انتم شايفين. والنهارده يعني بسم الله ما شاء الله اليوم كان جميل جدا، ومحمد معانا طبعا مبسوط قوي عشان دي اول ضربه ليه، كان مقريف طول اليوم مفيش اي حاجه يعني لك النهارده خالص، بس بسم الله ما شاء الله اللك جاله حلو اهو، يعني ايه حاجه جميله جدا. بص يعني بصوا يا جماعه اقول لكم حاجه، البلو فيش لما تيجوا تمسكوه ليه ماسكه معينه عشان شايفين السنان بتاعته حاميه جدا، لو حطيتوا صباحكم هنا وانتوا بتطلعوه ممكن ايه يقطع لكم صباحكم، فلازم تخلوا بالكم وايه تمسكوه كده زي ماسكه المعلمين او المعلمات لو في عيالين برضو بتصطاد. اهلا وسهلا، وده اول بلو فيش ليا في السيزون، انا طلعت سترايب باس بس في اماكن تانية تختلف، فخليكم معانا ان شاء الله ونطلع لكم تاني باذن الله ونرجع لكم ان شاء الله بعد شويه بحاجه جديده بامر الله حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، معاكم محمد تاني بسم الله ما شاء الله دوت. دي سين شارك اللي معانا على الخط، دي هنشوف ان شاء الله بامر الله ايه اللي طالع، بس يعني ممكن ما بين سين شارك ما بين برضه ان شاء الله خلينا نشوف ان شاء الله جايبه معايا ان شاء الله، فخلينا نشوف بامر الله ايه اللي طالع، اسمها سين شارك ولا بلو فيش ولا ان شاء الله ان شاء الله خليكم معانا. خليكم معانا سان شارك ده برضو ايه محمد، ده برضو ايه ده طلع سان شارك زي ما انتم شايفين كده اهو. This is سان شارك برضو يعني. Alright guys, this is a sand shark. Reason why they call it a sand shark because like you see جوه بقها ما فيش سنان، it's like sandpaper زي ورق الصنفرة، دي بتبلع برضو الاكل الطعم تكسره، دي اكلها جميل جدا على فكرة. احنا بنحب برضو اللي احنا ايه نوصف لكم برضو عشان لكل الناس عامة، يعني اللي قاعد هنا في امريكا قاعد في البلاد العربية في كل حتة برضو يبقى عنده خلفية، او لو مثلا حد مبتدئ هنا جديد برضه بيصطاد ولا حاجه برضه يبقى عنده خلفيه. يعني في ناس برضه بيسالونا بيقول لك هو ده بيعض هو في سنان هو بيعور انت ما بتخافش منه، فيعني ايه برضه بندي خلفيه وبنشرح برضه عشان برضه للناس اللي هي مبتدئه
والناس اللي هي برضو ما عندهاش خلفيه بالنسبه عن الصيد او عايزه مثلا اللي هي تبدا تصطاد او مثلا بيحبوا الصيد وعاوزين يبداوا اللي هم يصطادوا، فبندوا لهم برضو ايه، بندوا لهم خلفيه عن كل حاجه بحيث ان هم برضو ما يجوا يبداوا ان شاء الله بامر الله يبقى عندهم خلفيه. فاحنا بنحاول ان احنا برضو ايه اللي احنا يعني برضو يعني اللي احنا نشرح بالظبط عشان الناس برضو ايه تستفيد مننا ان شاء الله بامر الله. وبرضو خليكم معانا ان شاء الله. واليوم النهارده كان يوم جميل بسم الله ما شاء الله يعني، وطلعنا من يعني اكتر من كذا نوع سمك مختلف الحمد لله بسم الله ما شاء الله. ودوت كان تاني هيت لمحمد وبسم الله ما شاء الله يعني. خليكم معانا ان شاء الله ونرجع ان شاء الله نجيب الاحسن منها باذن الله ان شاء الله. وخليكم معانا ونرجع لكم بعد شويه. بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، النهارده يعني بسم الله ما شاء الله يعني اليوم كان جميل جدا يعني بصراحه يعني ربنا كرمنا والحمد لله، طلعنا اكتر من انواع سمك مختلفه النهارده يعني، للسمك اللي هو الاسود، لسمك موسى، للبلو فيش، للكينج فيش، يعني بسم الله ما شاء الله طلعنا اكتر من كذا نوع سمك النهارده. وبسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا. واحنا بنحب ان احنا ايه يعني نوريكم اول باول كل الحاجه اللي احنا بنمسكها بحيث ان انتوا برده يبقى عندكم خلفيه عشان ان شاء الله باذن الله في الفيديوهات الجايه بامر الله للناس اللي حبايبي الحلوين اللي متابعيني ومدعمنا على طول يبقى برضو عندهم خلفيه برضو ايه الحاجات اللي احنا بنصطادها، ايه انواع السمك. لو حد برضو مش قاعد في امريكا ما عندوش اي خلفيه بالنسبه للسمك بتاع امريكا بيبقى برضو ايه يعني يعرف برضو ايه الانواع اللي هنا موجوده. طبعا ده بيبقى في منه بيسموه فلوك وفلاوندر، معروف في مصر كسمك موسى، لحمته لذيذه جدا واكله حلو جدا، بس فيه صفه كتير دوت صفه كتيره زي ما انتم شايفين سمكه مبططه. دي كانت مني بانكر، هي يعني هم بياكلوا بيحبوا ياكلوا مثلا شريمب كلامز حاجات زي كده، بس انا استغربت ان اتخذت حته بانكر كبيره من عندي وهي اساسا حجمها مش كبير قوي. فخليكم معانا ان شاء الله ولحد ما ربنا يرزقنا بحاجه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم يا حلوين، ورجعنا لكم تاني. طبعا يا رب ان شاء الله تكونوا اتفرجتوا على الفيديو وشفتوا الفيديو لغايه النهايه وشفتوا مين طبعا اللي طلع سمك اكتر، وان شاء الله باذن الله يا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم ان شاء الله وتكونوا اتبسطتوا. وبامر الله ان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله بامر الله بحاجه احسن. وخليكم معانا اول باول ان شاء الله. وزي ما انتم شفتوا محمود هو اللي كسب التحدي المره دي. نتمنى بجد ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بس تعملوا سبسكرايب لايك اند هيت ذا نوتيفيكيشن بتن ذا بيل فور مور نوتيفيكيشنز اوف فيوتشر فيديوز ان شاء الله. ونقول لكم تصبحوا على خير ونشوفكم في الفيديوهات الجايه بامر الله. السلام عليكم. السلام عليكم.